فنزلنا من عربية الشغل وهو هيثم اجتماعي شوية، فبيقعد بقى يكلم الجيران يسلم عليهم، يقف مع السواق بتاع الشغل يخليه يخرج من المكان اللي هو فيه. المهم انا ربنا اليوم ده سبحان الله الهمني ان انا اقف استناه. انا دايما باخد البنات او البنات بيبقوا معايا وانا اسبقه على البيت، فاليوم ده وقفت استناه، ببص عليه كده لقيته جاي، فخلاص اديت له ضهري انا ماشيه، وبعدين بناتي كان في ايديا، لقيت بنتي الكبيره سابت ايديا وجريت مني، وانا مش متعوده منها على كده خالص طبعا. فببص ورايا لقيتها جريت على حد واقع في الارض. يعني انا كل ده مش شايفه ومش متخيله، لان انا مديله ضهري خلاص، انا اديت له ضهري على اساس ان انا شايفاه وجاي ومشيت على اساس ان انا مروحه البيت. فببص ورايا لقيتها بتجري على حد في الارض، ويعني نزلت كده ووطت عليه. انا كل ده مش مستوعبه ان هو، لو انا رايحه اجري عليه بس بقول يا رب من جوايا كده ما يبقاش هو، بس لقيته هو. قعدت لحظه مش مستوعبه ايه اللي حصل. انا كل اللي شايفاه قدامي ان راسه اتفتحت وابتدى النزيف جامد من راسه، لقيت كنبه واقعه جنبه. ما تخيلتش كنبه وقعت عليه. انا في اللحظه دي انا ما كنتش عارفه هو ايه اللي حصل بالظبط، ان انا مش مستوعبه ان كل ده انا مدياله ظهري. فدي اصلا انت انا قلت حاله اغماء، وقع اتخبط، كل ده ما تخيلتش ان الكنبه اللي وقعت عليه. المهم يعني جيراننا ساعدونا ان احنا ننقله المستشفى. كل ده هو غايب عن الوعي، ما عندوش وعي خالص. لقيت امين الشرطه هو اللي بيقول لي ان في كنبه وقعت على راسه. وقعت عليه من الدور الكام؟ الخامس. كانوا بينقلوه بحبل غسيل وتقريبا الحبل اتقطع فوقعت على راسه. ابتدى بقى مفيش شويه ابتدى يفوق، ابتدى يسالني هو في ايه، ابتدى الاقيه شويه عنده حاله يعني وجع جامده قوي، عمال يقول لي صدري بيوجعني ظهري مش فاهم لسه هو مش عارف في ايه، وانا كل اللحظات دي انا مش مستوعبه هو في ايه اللي بيحصل. يعني طبعا زمايله كلهم جم، اهله جم على المستشفى. ابتدى بقى بعديها بشويه يقول لي انا مش حاسس برجلي، فالكلمه دي كفيله. كل ده في خلال الساعات الاولى لسه، في الساعات الاولى، لان انا نقلها مستشفى عاديه يا دوبك يخيطوا له راسه، وانا قلت مثلا راسه اتفتحت. انت مش متخيله ان وقعت كنبه هتعمل كل طبعا ده. طبعا.